وصفة سهلة واقتصادية لطبق متوازن ولذيذ، ويتحضر بمكونات بسيطة. نحتاج للطماطم، نحيلها القشرة، من بعد سنينة الثوم والباذنجان، لازم تغسلوها من قبل ومن بعد باش تقشروها. أيضا حوالي 200 غرام من اللحم المفروم. بعد ما نحيو القشرة تاع الباذنجان نقطعها بالطول شرائح هكذا، ما يلزمش يكونوا عرض بزاف كما راكم تشوفوا. بعد ما قطعت الباذنجان نحط كمية صغيرة من الملح، ما يلزمش تكثروا، نزيد كمية صغيرة من فلفل أسود يعني فلفل الكحل، نخلط مليح الباذنجان مع الملح وفلفل الكحل ونقليهم، ما يلزمش نقليهم حتى يتحمروا مليح، نص طياب برك لاني حنزيد نطيبهم في الفرن. راكو تشوفوا كيفاش قليتهم، محماروش بزاف، ونقدر نلوي الشريحه لاني حنحط فيهم اللحم المفروم على هذيك اللي نقليهم شويه. راكو تشوفوا دور بسهوله تجي شويه طريه. الان نتبل اللحم المفروم، نحط القليل من الملح والفلفل الكحل، ما نكتروش كذلك، والقليل من العكري، نزيد 3 سنينات ثوم يكونوا مرحيين، والباقي نخليه من بعد. والكمية تاع مغرفة صغيرة من الطماطم المصبرة. نخلط كلش مع بعض. نحط القليل من الزيت في الصينية أو السنيوة اللي طيبوا فيها، ندهنها مليح، ونقطع السنينة اللي قعدوا تاع الثوم، نقطعهم صغار مربعات صغيرة جدا، نحطهم في القاع. الآن نقطع الطماطم بعد ما نحيت لها القشرة، طبعا نقطعها شرائح، تحبوا تقطعوها دائرات مع الطول كما تحبوا. ونحطها في الصينية فوق الثوم هكذايا. الآن دير كوريات صغيرة باللحم المفروم اللي تبلتو معاكم، لازم يكونوا شوية بالطول. هنا غير تبعو. بعد ما نكمل نجيب شرائح نتاع الباذنجان، نحط هكذايا وحدة وندور، ماهيش حاجة واعرة، ونحطها في الصينية حتى نكمل كامل الباذنجان هذوك الشرائح اللي خدمتهم. ونحط من فوق الكمية تاع نص كاس من الصلصة، خدمتها مراهيش واعرة. الوصفة هذه هي راني كتبتها على الشاشة. الآن نرحي حوالي 80 غرام من الجبن، هنا الاختيار لكم في الكمية، تحبوا تزيدوا ولا تنقصوا. نحط هكذايا الجبنة على الوجه يعني الجبن المبشور، الفرن شعلوه 10 دقائق مقبل على 150 درجة. نزيد كمية صغيرة من زعترة الأوراق فقط طبعا، ونحط الصينية في الفرن، نخليه الطابق ينشف شوية من المرقة باش نجبدوه. وإلى بعد حين باش نوريكم شوية منه على صحن التقديم.
خضع لي وقت حوالي 30 دقيقة تاع الطياب في الفرن. كما قلت لكم نقطع شوية باش تشوفوا كيفاش جا. نقدم هذا الطبق مع سلطة الطماطم وشريحة ليمون، كذلك شرائح البطاطا المقلية حطيت عليهم المعدنوس. والتزيين كما حبيتوا، الاختيار لكم. نتمنى يكون عجبكم الطبق، وإلى الملتقى.